تحية طيبة. الحق في التعليم هو في حد ذاته حق أساسي من حقوق الإنسان، وهو في ذات الوقت وسيلة لا غنى عنها لأعمال حقوق الإنسان الأخرى. والتعليم بوصفه حقا أساسيا دستوريا يعد الأداة الرئيسية التي يمكن بها للكبار والأطفال المهمشين اقتصاديا واجتماعيا أن ينهضوا بأنفسهم من الفقر ويحصلوا على وسيلة المشاركة الكاملة في مجتمعاتهم. وللتعليم دور حيوي في تمكين المرأة وحماية الأطفال من العمل الاستغلالي الذي ينطوي على مجموعة من المخاطر، وفي تعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية. ويعترف بالتعليم بشكل متزايد بوصفه واحدا من أفضل الاستثمارات المالية التي يمكن للدول أن تستثمرها. ولكن أهمية التعليم ليست أهمية عملية وحسب، فالعقل المثقف والمستنير والنشط القادر على أن ينطلق بحرية إلى أبعد الحدود هو عقل ينعم بمسرات الوجود ونعمه. ولكن في العراق عندما نبحث عن أهمية التعليم فلا بد أن نبحث عن حق المتعلم في الحصول على مكافأته وحقه بعد اكتسابه للعلم. المسيرة الدراسية هي 16 عاما، وقد تصل إلى أكثر من هذا العدد من السنين حسب الظروف الدراسية للمتعلم. ولكن في مجتمعنا هل حصل المتعلم على حقه؟ اليوم في حلقة برنامج عين العلم سوف نركز على الشريحة التي تعيد الأمل في بناء المجتمع وتضعه على سكة الصواب على أسس علمية رصينة مستندة على علوم وأبحاث وتجارب. الشباب والشابات بعد التخرج هل حصلوا على حقوقهم؟ وإذا لم يحصلوا هل الانتظار سيكفل ويضمن لهم حقهم؟ الملتقى مع مشاكل الشباب بعد الفاصل في حلقتنا لهذا اليوم، التعليم في العراق مطالب وحقوق، انتظرونا. من جديد حياكم الله سادتي الأكارم، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج عين العلم. عنوان حلقة هذا اليوم التعليم في العراق مطالب وحقوق. وعدتكم بالحلقات اللي مضت أنه راح نركز على حالة وهموم شبابية تؤرق الشاب العراقي اليوم وحتى الشابة العراقية. الشابة العراقية بعد التخرج قد تتعرض إلى الابتزاز وحتى على مستوى الشرف من أجل الحصول على تعيين، وذكرناها بحلقات ماضية لبرنامج عين العلم وموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي وموقع القناة الرسمي. والشاب يتعرض إلى ابتزاز لكن من طرق أخرى، ابتزازات مالية من أجل الحصول على درجة وظيفية، واللي هي إذا تجي عليها وحق الشرعي بعد 16 سنة من الدراسة. وذكرت ببداية الحلقة أنه قد تكون فعلا 16 سنة وقد تكون أكثر من هذا العدد حسب الحالة المجتمعية اللي يعيش بها هذا الشخص المتعلم. أكو محافظات عراقية تعرضت إلى انهيارات أمنية وتدخلات ومعارك عسكرية، وبالتالي السنة ألغيت سنة دراسية، وقد تكون سنتين وقد تكون 3 سنوات مثل ما جرى بطلابنا وبشبابنا وبشاباتنا في محافظة نينوى، ولما ألغيت سنوات الدراسة تحت وطأة وسيطرة تنظيم داعش. كم طالب عراقي اليوم بعد 16 سنة من الدراسة وبعد ما تخرج يشتغل عمالة؟ وكم طالب عراقي اليوم بعد 16 سنة وأكثر حسب الظروف الدراسية لهذا الشخص المتعلم يشتغل بعقد وتحت رحمة الشخص اللي ساهم بعملية الحصول على عقده قد بأي لحظة يطرده؟ لأنه بصريح العبارة اليوم قلة قليلة من اللي يشتغلون بعقود هم ما موقعين عقود، ببساطة هم يشتغلون بأجور يومية. الأجر اليومي اللي تخلي الطالب أو الخريج أو العامل يقعد من الساعة 7 الصبح ويواجه الظروف الأمنية الصعبة ويواجه ازدحامات الطريق وينتجه من منطقة إلى منطقة أخرى في أي محافظة عراقية من المحافظات العراقية 18 أو 19 حتى يتجه إلى مكان عمله، وهو أجر اليومي ما يتعدى 10,000 دينار. هذه 10,000 دينار للاختصاصات النادرة. وعلى ذكر الاختصاصات النادرة، كم خريج عراقي اليوم صاحب اختصاص نادر متعين بوظيفة ما تليق به، يشتغل عامل بمطعم مع جل احترامنا لكل الأعمال
ولكل الشغلات اللي يشتغلوها الشعب العراقي وبهذا المجتمع الشريف، لكن صاحب اختصاص نادر يشتغل بوي بمطعم او بفندق او بمقهى، واذا هذا وهذا يعتبر محظوظ اليوم من الخريجين. للاسف اكو كثير من عندهم مقضيها بالاسواق وبالمقاهي حتى يضيعون وقت. واعتقد بالحلقات الماضيه لبرنامج عين العلم ايضا ركزنا على هجره الشباب وعزوفهم عن التعلم واتجاههم الى المقاهي، ولما تيجي تسال الشاب تقول له، يعني لما تتكلم عن هذه النقطه تقول له انا اريد اضيع وقت. كم طالب عراقي اليوم حاصل على درجات علميه عليا حتى دراسه الماجستير والدكتوراه، قد يشتغل عامل، ومثل ما ذكرت قد يكون العمل هو عماله، مع جل احترامنا ايضا لهذا العمل الشريف اللي يحصل على قوته ولقمه عيشه ولقمه عيش عائلته من عرق جبينه. العمل شريف وكل الاعمال اللي موجوده اليوم بالمجتمع هي اعمال شريفه، لكن يا جماعه الناس مقامات. الطالب او الخريج لما درس 16 سنه وقد يكون اكبر من هذا العدد من السنوات، ما درسها وتعبها وجهدها وسهر ليالي حتى يروح يشتغل عماله، قد يكون بالامكان بس يعرف يقرا ويكتب ويختصر الطريق ويروح مباشره يتجه الى هذه الاعمال، او يروح مباشره يروح يقضي الوقت اللي عايش به. الشباب في كل دول العالم يعتبرون طاقة شبابية وطاقة إنتاجية وأيدي عاملة. الشاب هو هذا العمر المفضل للإعطاء، لإعطاء ما عنده من قوة إلى هذا المجتمع، إلى المعمل، إلى الدائرة، إلى المؤسسة التعليمية والمؤسسة الحكومية وكل المؤسسات المنضوية في الدولة. ما نريد نتجه إلى خارج العراق، خلونا بالداخل. 16 سنة من التعليم، 16 سنة من الدراسة، 16 سنة أو أكثر من الهم ومن السهر ومن التعلم، وبالتالي أكثر من 60% إذا ما كان هذه النسبة أكثر، أكثر من 60% اليوم من المتخرجين الجامعيين باختصاصات مختلفة، حتى وصلنا إلى مرحلة الهندسة بكل فروعها وبكل أقسامها، ابتداء من الهندسة المدني والهندسة المعماري والهندسة الكيميائي وكل الاختصاصات والأقسام اللي موجودة بهذه الكلية، اللي تعتبر في المجتمع العراقي تحت الدرجة اللي هي تعتبر المجموعة الطبية. المجموعة الطبية تعيينهم مركزي، ويا عالم يجوز بالسنوات القادمة قد يكون التعيين غير مركزي بالنسبة للمجموعة الطبية لا سامح الله، وبالتالي حتى الطالب اللي يتخرج من مجموعة طبية قد ما يلاقي يعني تعيين او درجه وظيفيه، ويكون حاله حال الخريج من الكليات الاخرى. كل الكليات اللي موجوده باي جامعه عراقيه هي كليات صاحبه علم. كل الكليات اللي موجوده في اي جامعه عراقيه هي كليات تم فيها دراسه ابحاث ومؤتمرات علميه وكتب ومناهج ودراسات حتى يوصلون إلى المعلومة الصحيحة والدقيقة. لكن هل أنه كل الكليات اليوم يلاقون التعيين؟ أبو التربية حال حال الزراعة، وبالزراعة حال حال الهندسة، وبالهندسة حال حال القانون، وبالقانون حال حال الآداب، وهذا الحال منطبق على كل الكليات بكل الجامعات. أنا عندي خريجين بعد 16 سنة قاعدين بالبيت ينتظرون، وطلعنا لكم بالفاصل قبل لحظات الخريج الجامعي إما يشتغل عمالة، خريج الجامعي ينتظر التعيين، الخريج الجامعي على المقاهي حتى يضيع ويهدر الوقت. الوقت اللي خارج العراق يتمنى أن يشترى أو يباع بأغلى الأثمان. اليوم احنا الشاب العراقي والمتخرج والصاحب العلم وصاحبة العلم يضيعون الوقت لأنه ما عندهم شيء يعملوا. ولهذا لما تجي على نقطة أخرى جدا ضرورية ومهمة اللي هي الأمن المجتمعي، اليوم مش كم عصابة صارت في بغداد، كم عصابة صارت بالنجف، كم عصابة صارت في البصرة، كم عصابة صارت في الأنبار، لماذا دخل تنظيم داعش وتوسع وتمدد في محافظات عراقية كبرى بها جامعات وبها كليات وبها معاهد وبها علماء ومتعلمين؟ السبب هو الضغط المجتمعي اللي صار عليهم. الخريج لما يتخرج ما يلقى تعيين، بالتالي يجي واحد عليه يقول له انا اوفر لك الراتب اللي تحصل عليه من التعيين وقد يكون اكثر بامتيازات اكثر، من البديهي والطبيعي راح ينضم الى هذه الجماعه. ولهذا هذه الدراسات كلها
وهذه الأبحاث وهذه اللجان اللي اليوم مشكلة حتى تحقق بسقوط مدينة الموصل وغير الموصل، خلي يبحثون عن السبب الأساسي لدخول أي تنظيم مسلح ولنشاط أي جماعة مسلحة. ليش نشطت وليش تمددت وليش توسعت؟ ما رجعتوا على الشباب؟ ليش التنظيم دائما يختار الطاقات الشبابية؟ مو بس تنظيم داعش، لا كل التنظيمات حتى العصابات ما يختارون الطفل ولا يختارون الرجل الكبير بالعمر ولا يختارون المرأة المسنة، لا يختارون الشباب لأنه بيهم طاقة. أنا اليوم ليش ما أستغل المؤسسات الحكومية وعين بيها طاقات شبابية؟ على أي أساس الوزير أو المدير العام لازم يكون عمره مقارب للستين؟ هذه الإمارات مو دولة عربية؟ ليش الوزراء تم اختيارهم بناء على يعني التكنوقراط؟ أي شخص متخرج من الهندسة يروح يتعين كوزير للنقل أو وزير للطرق أو مهندس لهذا الشغلة حتى يشتغل بضمن اختصاصه وبضمن شهادته حتى يبدع وحتى يحب عمله، لأنه أي شخص إذا حب عمله أبدع به، وهذه بديهيات. حتى ما نطلع عن الموضوع وخلونا دائما نستهدف المحافظات من الناحية العلمية، نستهدفها حتى نركز على أحوالها. خلونا الوجهة الأولى اليوم نروح إلى محافظة المثنى، السماوة العزيزة اللي لا بها داعش ولا بها عصابات ولا بها يعني أشياء خارجة عن القانون، محافظة هادئة، محافظة آمنة. احنا دائما بالحلقات الماضية دائما نستغل الثغرات اللي موجودة بالتعليم في المحافظات اللي عدت أنها ساخنة، الأنبار وصلاح الدين ونينوى، تعتبر هذه المحافظات ساخنة، وحتى محافظة ديالى وحزام وأطراف العاصمة العراقية بغداد. نركز على الأمور اللي تعتبر ثغرات بالتعليم وننطيهم الحق أنه هي محافظات غير مستقرة أمنيا، الاستقرار الأمني غير موجود فيها. لكن لما نتكلم على محافظة آمنة، على محافظة مستقرة أمنيا، مستقرة مجتمعيا، وين حق المتخرج؟ وين حق الشخص المتعلم؟ وين حق الخريج والخريجة بالحصول على حقهم بعد ما حصلوا على التعليم؟ أليس من الأولى أن يكون لهذا التعليم المكتسب أن يعطي حتى يبني البلد ويبني المحافظات سواء المثنى أو غير المثنى؟ خلونا نتجه إلى محافظة المثنى وتقرير يحمل عنوان خريجو المثنى يطالبون بالتعيينات ويتظاهرون من أجل المصادقة على التعيينات اللي المفروض أنها أطلقت قبل أكثر من أسبوع. خلونا نروح إلى تقرير الزميل حسين عزيز من محافظة المثنى السماوة العزيزة. ما إن تنتهي مراحل الدراسة الجامعية الأولى حتى تبدأ معها معاناة خريجها، حيث كان آخر هذه المعاناة تظاهر لخريجي الكليات والمعاهد في المثنى للمطالبة بالمصادقة على الدرجات الوظيفية التابعة لتربية المثنى. المتظاهرون أكدوا أن جهات حكومية تحاول التلاعب بمشاعرهم من خلال هذه الدرجات بحجة عدم وجود تخصيص مالي. احنا معاناتنا من شهر 8 ل 2016، من شهر 8 ب 2016 ولا حاليا احنا بشهر 7 ب 2017. اولا غطاء مالي ماكو، طلع المحافظ قال غطاء مالي موجود، بعدين قال مصادقه ماكو من وزاره الماليه، هسه صادقه وزاره الماليه صادقت. طيب ليش ما يعلن؟ ليش ما يصادق؟ احنا نريد شيء ملموس، وعود غامقه ما نريد، نريد شيء ملموس. طلبه جاي يعني بكالوريوس مخلص عمره هنا يشتغل بطيئة. الأسبوع الماضي اجت بشكل رسمي المصادقة من وزارة التربية والمالية، انحصر الوضع ما بين المحافظ والتربية، احنا نطالب المحافظ بالمصادقة على أسماء، نطالب مجلس المحافظة وأعضاء المجلس المحافظي بالمصادقة على أسماء 1040 درجة التي صار لنا أكثر من 7 أشهر 8 أشهر من شهر 12 لحد الآن. احنا بشهر السابع ماكو أي يعني أي نتيجة، وكل فترة كل شهر نطلع قاعد أكثر من مظاهرة، أكثر من 4 مظاهرات بالشهر. مديرية تربية المثنى أوضحت أن المصادقة على الدرجات الوظيفية من المعلمين والمدرسين شأن يتعلق بوزارة المالية وليس من اختصاصها، مشيرة إلى أن إجراءات المصادقة على هذه الدرجات تحتاج إلى وقت أطول بسبب الإجراءات الإدارية والمالية التي وصفتها بالمعقدة. لدينا جميع الدرجات موجودة ولكن تحتاج إلى عمل آخر بعد أن تم هذا العمل بنجاح إن شاء الله. نحتاج إلى العمل مع وزارة المالية بحذف واستحداث الدرجات الجديدة، حيث أن المتعين يتعين بالدرجة الأخيرة، الدرجة الدنيا بالعمل التربوي، يحتاج إلى أما الذين قد أحيلوا على التقاعد
هم قد وصلوا للدرجة الثانية والأولى، هذه تحتاج إلى حذف واستحداث وتسويات لغرض أن تتوازن وتتوازى الدرجات بالنسبة للمحذوفين مع الدرجات التي سوف نضيفها، وهذه تحتاج إلى عمل آخر مع وزارة المالية، والمحافظة جادة في هذا الأمر وتعمل لهذا الأمر، والقضية تحتاج إلى صبر وتأني، لأن المسألة مسألة إدارية وليس مسألة هي خارج إطار القانون. ويؤكد الخريجون في المثنى أنهم سيستمرون بالتظاهر لحين الكشف عن مصير هذه الدرجات التي أعلن عنها في العام الماضي، مهددين بتحويل احتجاجاتهم إلى اعتصام مفتوح في حال إلغاء التعيينات وعدم الإعلان عنها بأسرع وقت ممكن. لبرنامج عين العلم من محافظة المثنى، حسين عزيز. طبعا اللي ظهر بالفيديو بآخر متحدث هو السيد علي حسون بصفة مدير تربية المثنى، وذكر أنه الموضوع يحتاج إلى وقت أطول، الموضوع يحتاج إلى صبر، الموضوع يحتاج إلى تأني. أما لسان حال الخريجين فهو يقول دفضوها، فضوها، لأنه صار لهم أكثر من سنة الخريجين يتظاهرون في ارتفاع درجات الحرارة صيفا وبانخفاضها شتاء، لكن لا مجيب. دائما الشعب العراقي ملتزم بمقولة أنه لا حياة لمن تنادي. اليوم أنا عندي مشاكل وعندي 1040 درجة وظيفية، هل يعلم الشعب العراقي وهل يعلم السادة المسؤولين ابتداء من الوزير وانتهاء بأصغر موظف بأي وزارة وبأي مؤسسة موجودة في مؤسسات الدولة، بأنه اليوم الخريج العراقي مستعد يستغني قد يكون على أكثر من 6 أشهر من راتبه حتى يحصل على درجة وظيفية؟ يعلمون السادة المسؤولين أنه الخريج العراقي اللي المفروض يتعين بالدرجة السابعة موافق على أنه يتعين بالدرجة التاسعة، وحتى لو أكو بعد الدرجة التاسعة هو موافق، يعني موافق يتعين على شهادة الإعدادية، موافق يتعين على شهادة المتوسطة، وأكو خريجين أعرفهم أنا شخصيا متعين، هم خريجين ويحملون شهادة البكالوريوس من كليات وجامعات عراقية رصينة، علمية رصينة، قبلوا يتعينون على شهادة المتوسطة وعلى شهادة الابتدائية كحرفي أو حتى عامل نظافة. فشوفوا إلى أي مرحلة إحنا وصلنا من مرحلة الانهيار العلمي في البلد. حتى ما نروح بعيد وخلونا بالمثنى ونركز على هذه الحالة تحديدا، وينضم معنا عبر الهاتف الدكتور عمار الغريب عضو مجلس محافظة المثنى عن لجنة التربية والتعليم. دكتور عمار إذا تسمعني، السلام عليكم. بداية مرحبا بك ضيفا في برنامج عين العلم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مساء الخير عليك وعلى مشاهدينك الكرام. حياكم الله دكتور عمار. يعني لست عضوا في لجنة التربية، انا عضو مجلس المحافظة، والموضوع اللي طرحته موضوع عام وطرح لي اكثر من مرة في مجلس المحافظة. جميل جدا. متوافرة لدى كافة السادة اعضاء مجلس المحافظة حول هذا الموضوع. جميل جدا، يعني هو ايضا من صلب اهتمامكم وصلب عملية البحث عن حقوق الناس، أنتم كأعضاء مجلس محافظة في كل المجالس المحافظات اللي موجودة بالعراق. أنا اليوم أريد أتحدث عن مشكلة المحافظات العراقية كلها تعاني بها، لكن المحافظات العراقية تعتبر قد يكون غير آمنة مقارنة بمحافظة المثنى السماوة. أنا اليوم أريد أتحدث على نقطة اللي ظهر بها زميلنا حسين عزيز بالتقرير، اللي هي المطالبة بالمصادقة على التعيينات. يعني هي التعيينات المفروض أنه وصلت، لكن موضوع المصادقة تأخر أكثر من سنة. هذا لسان حال الطلاب. أريد أسمع تعليقك دكتور عمار بما يخص هذا الموضوع، أنتم كأعضاء مجلس محافظة شنو العلاقة بين التعيين الجديد والحذف والاستحداث اللي قاعد يصير اليوم بالدوائر واللي يستغرق أكثر من سنة حتى يتم الشروع بعملية التعيين للخريج؟ تفضل دكتور، جوي لك. يعني بحقيقة في البداية يعني أود أن أشيد بطرح مثل هكذا مواضيع من على شاشات القنوات الفضائية حتى يكون هناك إعلام كافي يغطي هذه المعاناة اللي يعيشها الآن شباب محافظة المثنى، خصوصا من خريجي كليات التربية ومعاهد المعلمين. واجب اليوم واليوم امتلأت بيهم يعني الساحات العراقية باعتبار أنه كثرة هذه الكليات الموجودة حاليا على أرض الواقع. الفرق بين الحذف والاستحداث درجات يعني إدارية، لكن للعلم حتى فرق بين درجات الحذف والاستحداث وفرق ودرجات التعيين الأخرى، أنه درجات الحذف والاستحداث هي متأتية من
يعني درجات لمتقاعدين او متوفين او مستقيلين في داخل دائره التربيه، بينما درجات الاخرى اللي هي درجات تسموها درجات الموازنه تخصص من قبل الحكومه المركزيه عن طريق المصادقه على الموازنه العامه للدوله في مجلس النواب. طبعا طيب. لعام 2017 ليست هناك اي درجه وظيفيه على الموازنه العامه، لذلك تبقى درجات الحذف والاستحداث هي السبيل الوحيد لتعيين الخريجين. طيب دكتور عمار خليني على هذه النقطة، يعني أنا سمعتك أنه تقول 2017 ماكو أي درجة وظيفية، دكتور عمار إذا تسمعني. المثنى شكلت المديرية العامة للتربية بإشراف مجلس المحافظة وحتى بعلم وزارة التربية، وأعيد النظر في يعني القبولات الخاصة بالتعيينات ودرجات الوظيفية ووزعت بعدالة على الأقضية والنواحي، ويعني كان هناك عمل كثير ودوب طيب. هذه القضية إلى أن وصلنا إلى مرحلة أخيرة اللي وصلت إلى وزارة التربية. وزارة التربية صراحة صادقت على هذه الدرجات الوظيفية وانتقل الأمر إلى وزارة المالية. وزارة المالية هي المشكلة الكبرى اللي نعانيها حاليا إحنا كمحافظات، خصوصا بعد قضية نقل الصلاحية طيب. لأنه بعد وصول هذه الدرجات الى وزاره الماليه وهي درجات حذف واستحداث، يعني درجات متوفره وموجوده في ملاك المديريه. اذا فقدنا الاتصال ويا دكتور عمار، راح نحاول الاتصال به مره ثانيه ساده الاكارم. يعني حقيقه اللي تفضل به دكتور عمار الغريب هو بصفته عضو مجلس محافظه هو شيء اعتيادي، يعني هذا الشيء كل الخريجين يعرفوه، وحتى للمتحدثين اللي ظهروا لنا بالتقارير واللي ذكروا أنه الدرجات الوظيفية مصادقة من قبل وزارة التربية والموضوع خارج نطاق سيطرة وزارة التربية، لأنه انتقل من وزارة التربية إلى يعني بير أو حفرة التخصيصات المالية وعملية الإصرار والضغط على وزارة المالية ابتداء من وزيرها ولغاية أصغر موظف فيها من أجل التخصيص المالي لكل الدرجات الوظيفية. مرة أخرى يجهز الاتصال بدكتور عمار الغريب عضو مجلس محافظة المثنى. دكتور عمار اللي تفضلت به هو نعم. شيء معلوم ومعروف بالنسبة للخريجين أنه الدرجات تم المصادقة عليها من قبل وزارة التربية واليوم بانتظار التخصيص المالي في وزارة المالية. أنتم دوركم كأعضاء مجلس محافظة بالضغط على وزارة المالية في سبيل الإسراع والتعجيل من هذا الموضوع، يعني حسب المتحدثين وشهود العيان من الخريجين ذكروا أنه الموضوع من 1/8/2016 وأن اليوم 1/8/2017، يعني عام كامل وزارة المالية لم تخصص التخصيص المالي لهذه الدرجات الوظيفية. أسمع تعليقك. العفو أستاذ، يعني القضية ما متوقفة فقط على توفر الاعتماد المالي، لا لا، هي القضية تتوقف كذلك على نفس الملاك. أنا أعرف الكلام يجوز لعله ما سمعته أثناء انقطاع الاتصال، أنه وزارة المالية اشترطت نقل الملاك بصورة كاملة من وزارة التربية إلى المديريات العامة للتربية في المحافظات والمحافظات، وهذه القضية متعلقة بنقل الصلاحيات. بعد نقل الملاك يعني صار هذه قضية إدارية بحتة، هناك درجات وظيفية هي تعتبر درجات حذف واستحداث وهي متأتية من المتقاعدين والمستقيلين والمتوفين، ودرجات أخرى متأتية من فرق الملاك، يعني مجموع الـ 1040 ليس بالكامل هو فرق ملاك لا حذف واستحداث ومتقاعدين ومتوفين ومستقيلين، إنما هو دمج لقضيتين، الأولى ما المتقاعدين والمتوفين والمستقيلين، والثانية هي فرق الملاك. وزارة المالية في عام 2017 مع إجراءات التقشف وشروط صندوق النقد الدولي تشترط بأنه أن لا يكون هناك بعد توفير غطاء المالي طبعا أن لا يكون هناك تعيين إلا لدرجات المتقاعدين والتوفير المستقلين وهي أقل من 1040. لذلك في خلال الجلسة الأخيرة لمجلس المحافظة على هذا التعقيد من قبل وزارة المالية، ويعني تعقيد الإجراءات وعدم تعاون واضح جميل. وعدم استجابة. أنا جدا أشكر توضيحك دكتور عمار، لكن أكو نقطة، يعني اليوم نعم. المتخرج العراقي أو الخريج العراقي وحتى الخريجة يعني يقولون أننا نجبر أحيانا على التظاهر خوفا على درجاتنا الوظيفية من البيع، من الضياع، من أنه يعطوها لغير شخص، صاحب واسطة، صاحب مبالغ ينطي جوز إلى شخص مؤثر في هذا المجال تحديدا. اليوم أنا أريد أسأل، هل هو الخطأ بالترتيب؟ يعني اليوم أكثر اللي طلعوا مظاهرات أو تظاهرات هم طالعوا أسماءهم بالتعيينات، طيب أنا ليش هذا الخطأ أنه أطلع أسماء وخلي الخريج العراقي يفرح ويجوز حتى يسوي عزيمة
وجوز يصرف على مود يروح يتعين، وبالتالي يروح على الدائرة ويلقى تعيينه ما موجود. ليش هذا الخطأ اليوم بسلسلة الترتيب؟ هذه القضية هي صعوبة إدارية في الدولة العراقية، باعتبار أنه عندما تأتي هناك يعني وتشاهد أنه في درجات موجودة، وبعد ما تمضي بكافة الإجراءات المفروض أنه تمضي بها بالتعيين واللجان المشكلة، وهذه العملية المرهقة والشاقة وطويلة، بعد ذلك تصطدم بإجراءات غير منطقية من قبل وزارة المالية. اثنين، خروج هذه الأسماء أصلاً وإعلانها كان هناك فوضى في التصريحات صراحة. على اليوم مسؤول في الدولة ما صرح أي تصريحة، وأنطي أمل لآلاف الناس أو مجموعة اللي موجودين اللي هم 1040 بمعنى 1040 عائلة، أنطي تصريح في وسائل الإعلام أقول هذا التهنا طلعت وصادقنا على البلاغ. هو هذا اللي أريد أسمعه من عندك دكتور، يعني أكل يوم فوضى بالتصريحات أكو تناقض. شخصناه في الجلسة الأخيرة لمجلس المحافظة أنه لا تعلن هذه الدرجات بشكل كامل وتظهر لوسائل الإعلام ونتحدث بها إلا بعد أن نتأكد منها بشكل كامل 100%. لكن ما حدث أنه بعض المسؤولين تحدثوا بهذه الدرجات في تسابق إعلامي غير واضح، لأنه أمال هؤلاء الشباب تتعلق بهذه الدرجات، وهناك خيبة أمل صراحة لدى الشارع، ونتحملها إحنا كمسؤولين في مجلس المحافظة من وراء فوضى التصريحات اليوم. طيب. الجيش حلقيا أنا أقول لك اليوم لست متفائلا بأنه هذه الدرجات ممكن أنه تصل إلى محافظة المثنى، لكن إن شاء الله مع الضغط المتواصل مع المتابعة المستمرة مع الجهود المضنية ممكن أن نصل إلى نتيجة مع وزارة المالية حتى في أنه نستحصل جزء من عدها وليس كلها وإن جميل. شاء الله كلها. لكن طيب. أعيد وأكرر بأنه المفروض أن تكون هناك أن يكون هناك انضباط في التصريحات، وأن نترك حالة الفوضى وأن لا نصرح في هذا الأمر مرة أخرى، وأن نترك الأمر إلى الجهات الإدارية المعنية لاستحصال الموافقات الرسمية. طيب دكتور عمر، أنا جدا أحييك على تحملك المسؤولية بما يخص الفوضى بالتصريحات من بعض الشخصيات المسؤولة بالدولة، سواء كان عضو مجلس محافظة، مدير تربية، أشخاص بالوزارة اللي أعلنوا درجات. لكن اليوم أنا أريد أسأل عن لسان حال الطلبة والخريجين تحديدا. اليوم هذا الموضوع شقد يحتاج سقف زمني من أجل معالجته، من أجل تخصيص التخصيصات المالية لهذه الدرجات اللي هي أصلا تخصيصات موجودة مجرد إجراءات روتينية المفروض تكون بسيطة، المفروض أنه صعاب تذلل أمام الخريج حتى يلاقي فرصته مو بعد 4-5 سنوات من تخرجه يلا يلاقي الوظيفة. حتى المعلومات اللي أخذها بالجامعة وبالكلية اللي وبالقسم ماله راح ينساها، بالتالي ما راح نستفاد من عندك طاقة شبابية. أنا أسألك اليوم شقد يحتاج سقف زمني أو وقت حتى تحل هذه القضية اللي تعتبر معقدة مع العلم أنه هي سهلة؟ أنا بصراحة ما أستطيع أن أعطيك وعد كامل بأن تحل القضية بالكامل ويتم تعيين 1040، وإن كان إن شاء الله إحنا نتفائل في الموضوع ونسعى من أجل حل هذه القضية، لكن إحنا حطينا يعني السادة المسؤولين التنفيذيين باعتبارنا جزء تشريعي في المحافظة اللي هم المحافظ ومدير عام التربية ومدير الدائرة الإدارية والمالية أمام مسؤوليتهم في الجلسة الأخيرة، الجلسة الفائتة اللي هي يعني صادفت أول أمس في مجلس المحافظة، وطلبنا منهم أنه تنتهي القضية خلال فترة شهر ونص إلى شهرين، وبالتالي يتم الانتهاء من هذا الملف بشكل كامل وإعطانا صورة واضحة عن القضية وقرار قطعي بهذا الموضوع. أما أن تبقى القضية بهذا الشكل معلقة فهذا الأمر غير مقبول، وبالتالي من يعني أعلن الأسماء ومضى بتفاصيلها بدون أن يكون هناك واقع لهذا الموضوع سوف يتحمل مسؤولية تصريحه في النهاية. جميل جدا. نعم الدكتور عمار الغريب عضو مجلس محافظة المثنى، كنت معنا ضيفا عبر الهاتف في برنامج عين العلم، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا. إذا نرجع ونقول أنه الفوضى بالتصريحات نفس ما قالوها الشباب اللي تخرجوا، فوضى بالتصريحات، تناقض بالكلام من قبل السادة المسؤولين أدى بالشباب المتخرج اللي هو يعتبر اليوم يعاد على أنه عاطل عن العمل. قبل سنة كان طالب، أو قبل سنتين، أو قبل 4-5 سنوات كان طالب. أنا أعرف خريجين صار لهم سنين عقد من الزمن 10 سنوات ولحد اللحظة ما لاقي فرصته حتى يأسس بيت، حتى يحصل على راتب يعتبر مجمد أو ثابت من الدولة كحقه، حتى لو نجي عليها كحقه من الواردات النفطية وواردات العراق الأخرى، فهذا المفروض يحصل على حقه. اليوم مع هذا هو مستعد أنه يقدم تنازلات، وذكرت أنه أكو دراسات عليا مستعد أنه ماجستير ودكتوراه مستعد أنه يتعين بشهادة الإعدادية.
شوف التنازل إلى أي درجة وصل، هذا دليل على العوز والحاجة لهؤلاء الخريجين حتى يحصلون على أي نقطة، نقطة أمل أو بصيص أمل أو بارقة أمل بهذا المجتمع وبهذه الحياة. من جانب آخر، أنا اليوم إذا أريد أتكلم بما يخص عنوان الحلقة مطالب وحقوق، فموضوع مطالبنا اليوم مطالب الخريجين أنه يلاقون فرصهم بالتعيين، لكن من جانب آخر أنا عندي حقوق وأنا عندي أمور المفروض أنها تنفذ في السلك التعليمي في مؤسسات الدولة العراقية بوزارة التربية وبوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. خلونا مختصين بما يخص وزارة التربية، بما أنه المشاكل اللي قاعد تصير أكثرها بما يخص التربية. أنا اليوم عندي مشاكل يواجهها المعلم والمدرس، وهذه المشاكل نوعا ما أزلية نوعا ما قديمة وأثرية، لكن المفروض احنا اليوم بسنة 2017 اكو شيء اسمه ديمقراطية، اكو شيء اسمه الشخص توفر له الحماية الكاملة، اكو شيء اسمه عرف عشائري. نعم انا ضد موضوع التدخلات العشائرية بالتعليم، لكن كل شخص اليوم وراء اصل وراء فصل. انا اليوم لما اتحدث عن المعلم والتعرضات اللي قاعد يتعرض لها من ضغوطات، من تدخلات، من وساطات، من محسوبيات، هذه كلها تأثر على عملية التعليم. حتى محافظة المثنى اللي هي السماوة اللي قبل لحظات كان أحد أعضاء مجلس محافظة المثنى في ضيفنا ببرنامج عين العلم، كانت درجتها 17، تسلسلها وترتيبها 17 من ضمن المحافظات العراقية أو ترتيب المحافظات حسب الأعلى درجة، كانت ذي قار وواسط، الأنبار آخر مرحلة، واللي قبل الأنبار هي محافظة المثنى. أنا أريد أسأل اليوم، إذا كانت المحافظة مستقرة أمنيا، إذا كانت هنالك حماية للمعلم، ليش ما تحصل على المراتب العليا؟ زين، خلونا نتجه إلى محافظة ميسان. محافظة ميسان بكثيرا ما تعاني بشريحة المعلمين والمدرسين من التدخلات العشائرية، ولهذا هنالك مؤتمرات اليوم تعقد من أجل إقرار قانون حماية المعلم. فإذا الوجهة الأخرى في برنامجنا والشق الآخر من حلقتنا لهذا اليوم سيختص بموضوع حماية المعلم وحماية الكوادر التدريسية. أتحدث عن محافظة ميسان واللي التقرير يخص إقرار قانون حماية المعلم وتقرير الزميل سامر العقابي من محافظة ميسان. خلينا نشوف التقرير وبعد أن تعليق ووقفة بما يخص هذا الموضوع. دعت الأوساط التربوية في محافظة ميسان مجلس النواب الإسراع بإقرار قانون حماية المعلم للحد من الاعتداءات التي تتعرض لها الأسرة التربوية وضمان حقوق المعلمين في هذا الجانب. نقابة المعلمين في محافظة ميسان عقدت مؤتمرها التربوي الأول للمطالبة بإقرار قانون حماية المعلم وسط حضور واسع للكوادر التربوية. عقدت نقابة المعلمين فرع ميسان هذا اليوم مؤتمر تربوي لضمانة مسيرة تربوية ناجحة في البلد، عليه أن يقر هذا القانون وبحضور الأخوة في أعضاء مجلس النواب عن محافظة ميسان والسادة المسؤولين وكذلك أعضاء مؤتمر نقابة المعلمين. لابد أن تتضافر جهود من أجل إقرار هذا القانون لحماية المعلم العراقي لكي يبدع، لكي يبذل جهود كبيرة من أجل النهوض بواقع التعليم الذي يعتبر الأساس في بناء البلدان وازدهارها. بالأيام المقبلة سوف يضغطون على كل الكتل السياسية من أجل تمرير هذا القانون بسبب المشاكل التي حصلت، تجاوزات على المعلمين، وبسبب عدم وجود حقوق مكتسبة وحقوق قانونية للمعلم تضمن يعني قيام العملية التربوية بشكل صحيح بدون أي تدخلات، سواء كانت تدخلات حزبية أو عشائرية، وكثير من المعاضل التي تعرض لها المعلم أو المدرس في الفترة السابقة بغياب القانون، بغياب الردع من قبل الدولة والقضاء. وانتقد معلمون دور وزارة التربية في مطالبة السلطة التشريعية بالإسراع في إقرار هذا القانون، مؤكدين أن الانتهاكات التي تتعرض لها الأسرة التربوية أجبرت الكثيرين منهم على هجرة التعليم، مطالبين في الوقت ذاته تحمل الجميع مسؤولية الدفاع عن المعلم.
هذه الانتهاكات على المعلمين والمدرسين والكوادر التعليمية بصورة عامة أدى إلى هجرتهم، أدى إلى إضعاف هيبة المعلم وبالتالي إضعاف العملية التربوية. يعني إذا المعلم راح تبدأ، أين العملية التربوية؟ أين تسير يا ترى العملية التربوية إذا بقينا على هذا الحال؟ مستوى ظل يصاعد، رتم العملية ظل يصاعد، من مثل قوامة إلى بسط النوب إلى رمي إلى قتل النفس، وما تلقى أحد يسندك. يعني حتى من تروح لأي دائرة لأي مسؤول يقول لك أنت وعشيرتك. فإحنا اليوم مضطرين إلى أن نقف وقفة جادة لإقرار قانون حماية المعلم الذي ينقذ المعلم. نقابة المعلمين هي معنية بدرجة أساس بتشريع قانون حماية المعلم، لأنها هي التي تدافع عن حقوق المعلمين المشروعة، وهي الممثل الشرعي لهذه الشريحة. وبالتالي فإن مداولة القانون وحمايته من أن ينزلق إلى أغراض غير التي نتوخاها هي من صلب واجب نقابة المعلمين. ودعت الكوادر التربوية في محافظة ميسان القائمين على المؤتمر الخروج بتوصيات واقعية تلامس احتياجات الكوادر التعليمية ورفعها إلى الجهات ذات العلاقة لتبنيها والشروع بتنفيذها بحسب القوانين النافذة. لبرنامج عين العلم، سامر العقابي، ميسان. جديد حياكم الله. إذن اليوم في محافظة ميسان هنالك ضغوطات تمارس على المعلم. يعني حقيقة نتفاجأ اليوم لما رب أسرة أو رب عائلة يروح يتجاوز على المعلم إذا لقى ابنه أو بنته متعرض إلى ضرب بالعصي. العصا خرجت من الجنة، وهكذا علمونا أنه الأمور إذا ما تدار بالضغط، حتى القانون إذا ما هنالك ضغط يمارس ما من الممكن أنه يطبق. فاليوم الطالب أو التلميذ لما يتعرض إلى إذا تربية مدرسية بما يخص التربية المنزلية شيء والتربية المدرسية شيء آخر، لما يتعرض إلى تربية مدرسية فهذا الشيء المفروض أنه لولي الأمر أنه يفرح، بشرط أنه ما يأذي، لأنه ما ننسى أنه المعلم والمدرس أقسم قسم أنه يؤدي الأمانة العلمية والتربوية بكل حذافيرها وبكل تفاصيلها بحق بنات المستقبل. وهم من بنات المستقبل؟ هم الأطفال والتلاميذ. اليوم المعلم يتعرض إلى تهديد، المعلم يتعرض إلى أذى، المعلم قد يتعرض إلى عملية قتل وحتى فصل عشائري. وأنا قبل لحظات ذكرت أنه أنا ضد دائما التدخلات العشائرية، مع جل احترامنا لشيوخنا الأفاضل أنه ما يتدخلون بموضوع التعليم. شيخ العشيرة شيء ومدير المدرسة والمعلم والمدرس شيء آخر، كل واحد يمارس دوره ووظيفته في بناء هذا المجتمع من زاويته ومن منظوره. أن اليوم لما أتيح الفرصة للمعلم وللمدرس أنه يؤدي واجبه على أتم وجه، فأبشروا بالأجيال النيرة، فأبشروا بالأجيال المضيئة لتنور الظلام اللي صار بشوارعنا وبيصار بمجتمعنا واللي صار بالطرقات العراقية ككل. عصابات هنا وجماعات مسلحة هنا وشباب خارجين عن القانون هناك وعصابات مسلحة وجماعات متطرفة، وبالتالي ما من الممكن القضاء على هؤلاء فقط بالأمن ولا فقط بالعمليات العسكرية. لا، أنا أقاضيهم وأحاربهم وأقاومهم بالتعليم. خلي يكون عندي جيل متربي، جيل نير، جيل متعلم. هذه الأمور كلها راح تروح مع الزمن، وهذه المافيات كلها راح تنتهي، لأنه ما من الممكن اليوم لشخص متعلم أنه ينجرف مع جماعات مسلحة، ما من الممكن لشخص متعلم وصاحب علم ينجرف مع جماعات متطرفة، عقله يستخدمه حتى يحكم طريقه. هذا هو الأساس اليوم ببناء وبنهضة أي بلد وبنهضة أي مجتمع. من جانب آخر وبمحافظة عراقية أخرى الوجهة إلى محافظة الأنبار، شنو رأي الأساتذة العمداء رؤساء الجامعة هناك على موضوع البطالة وكيف راح تأثر على المجتمع العراقي؟ وشنو السبب اللي خلى هذه البطالة اليوم تستشري أكثر حتى من الفساد؟ صح، هي البطالة ولدت من رحم الفساد، لأنه لو ما كان هنالك فساد كان كل شخص حقق أو استحق على ما يريده أو حقق الوجهة أو الهدف اللي يريده، كل شخص يحصل على حقه. لكن الفساد هو السبب باستشراء وتفشي البطالة في كل مجتمعاتنا وفي كل محافظاتنا العراقية. خلونا نتجه إلى محافظة الأنبار مع تقارير الزميل ولقاءات الزميل أحمد الحمداني، واللي التقى حقيقة بعميد كلية المعارف
الدكتور أحمد وكذلك بالدكتور عمر القاسمي بصفة مدير إعلام كلية المعارف، شنو رأيهم كأصحاب شأن كأشخاص مخرجين لأجيال اليوم لما تكون هنالك جامعات متخرجة علمية، يكون صاحب الشأن والمختص بهذا الموضوع هو الدكتور اللي درسهم، رئيس القسم اللي كان يرأس قسمهم اللي يدرسون به، عميد الكلية اللي كان يحتويهم، وكذلك رئيس الجامعة اللي هو المفروض على تماس مباشر مع طلباتهم الإدارية وحتى العلمية. إذن الوجهة إلى محافظة الأنبار ونشوف رأي الأساتذة هناك بما يخص موضوع التعليم. ظاهرة البطالة من الظواهر التي انتشرت بعد 2007 بعد يعني سنوات الاحتلال، اتجه عدد كبير من خريجين الذين كانوا يعملون بالقطاع الخاص إلى الوظيفة الحكومية بسبب تحسن رواتب وظروف المعيشية للموظفين. كل ذلك ساهم في عدة يعني تقليل عدد الوظائف الحكومية وإقبال واسع عليها، فضلا عن عزوف كثير من العاملين بالقطاع الخاص والعمل به لأنه رافق مشاكل كثيرة نتيجة الاحتلال والمشاكل اللي رافقته من اشتباكات ومعارك في بعض المناطق والأزمات اللي تمرت بها المحافظات. كل هذه الأشياء أكو أسباب أخرى إضافية يمكن أن نعدها استراتيجية، هي كثرة الكليات الحكومية والأهلية وتخريجها أعداد وكميات كبيرة من الطلبة، أسهم بشكل أو بآخر إلى أن تكون هناك أعداد كبيرة من الطلبة لم ولا يحصلوا على فرص عمل. يمكن أن نرجع أيضا هذه السبب أيضا الوضع الاجتماعي للمناطق خاصة المناطق الساخنة مثل الأنبار أو المحافظات الساخنة مثل الأنبار أو الموصل، نجد أن فرص العمل بها قليلة نتيجة الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي، يعني يختلف عن بقية المحافظات بما تعانيه من مشاكل عسكرية وإلى آخره من المشاكل اللي رافقت الفترة من 2014 لحد 2016 و17. العاطلين عن العمل هو موضوع الساعة، نقدر نقول من أهم المواضيع اللي طرأت على المجتمع العراقي لا سيما بعد 2003 بسبب زيادة الرواتب نوعا ما وبسبب كثرة الخريجين وبسبب أيضا كثرة الكليات اللي تكون أو اللي تخرج طلاب بدون دراسة جدوى وبدون تحديد أعداد خريجين. طبعا مسؤولية العاطلين عن العمل تقع على الحكومة كرقم واحد، الحكومة المفروض توفر درجات وظيفية وتوفر مجالات لكل الخريجين من كل الكليات، يعني المفروض تستوعب العدد اللي دا يتخرج من الكليات وبالتالي اما تستوعب هذا العدد او تقلص من اعداد المقبولين بالكليات، هذا من جانب. الجانب الثاني انه المسؤوليه الثانيه او المسؤوليه تقع على عاتق الخريج نفسه، يعني انا اليوم مثلا من اشوف خريج حصل على شهاده البكالوريوس في مثلا قسم القانون وهو مثلا نايم بالبيت ينتظر فرصة العمل تجي للبيت، وهذا الشيء ما موجود. المفروض أنه يطلع يشتغل يطور من نفسه حتى على ضوء هذا الشيء أنه يقدر يحصل فرصة بالحياة، لأنه العمل والإنجازات بالحظ. جديد حياكم الله. إذن مشاكل كثيرة اليوم أدت بالشباب العراقي إلى البطالة، الخريج والخريجة العراقية الجامعية أدت بهم إلى البطالة، أبرزها الوضع السياسي، إغلاق المعامل الخاصة، تدهور القطاع الزراعي، انحسار العمل بالقطاع الحكومي بسبب انهيار القطاع الخاص، كثرة الكليات. وبهذا التحديد أنا أريد أسأل اليوم أنا شنو فائدة الكليات الأهلية الكثيرة اللي اليوم أصبحت لا تعد ولا تحصى، إضافة إلى الجامعات والكليات الحكومية إذا كان المتخرج ما يحصل على تعيين. بختام الحلقة وكما ذكرت أنا في بداية هذه الحلقة مال اليوم اللي كانت تحمل عنوان التعليم في العراق ومطالب وحقوق، اليوم أنا عندي قصة بما يخص هذا الموضوع. اليوم أنا يعني ما بالك بإعطاء المتعلم حقه وفرصة بالمجتمع حتى يقدم ويتقدم بالبلد إلى الأمام، فالمال مال الشعب
وعندما نعطي سيبارك الخالق فيما أعطى. وأذكر لكم قصة لخليفة استدعى شعراء مصر، فصادفه شاعر فقير بيده جرة فارغة ذاهبا بها إلى البحر ليملأها، فتبعهم إلى أن وصلوا دار الخلافة. فبالغ الخليفة في إكرامهم والإنعام عليهم، ولما رأى الرجل الجرة على كتفه ونظر إلى ثيابه الرثة فقال له: من أنت وما حاجتك؟ فرد عليه: ولما رأيت القوم شدوا رحالهم إلى بحرك الطامي أتيت بجرتي. فقال له الخليفة: املأوا له الجرة ذهبا وفضة. فحسده بعض الحاضرين وقالوا: هذا فقير مجنون لا يعرف قيمة المال، فلربما أتلفه وضيع. فرد عليهم الخليفة: هو ماله يفعل به ما يشاء. وبعد أن ملئت له الجرة ذهبا خرج بها إلى الباب وفرق المال لجميع الفقراء. وعندما وصل الخبر إلى الخليفة استدعاه وسأله عن ذلك، فقال: يجود علينا الخيرون بمالهم ونحن بمال الخيرين نجود. فعجب الخليفة بجوابه وأمر أن تملأ جرته 10 مرات، وقال: الحسنة بعشر أمثالها. الناس للناس ما دام الوفاء بهم، والعسر واليسر أوقات وساعات، وأكرم الناس ما بين الورى رجل تقضى على يده للناس حاجات. لا تقطعن يد المعروف عن أحد ما دمت تقدر والأيام تارات. وأذكر فضيلة صنع الله إذ جعلت إليك لا لك عند الناس حاجات. قد مات قوم ما ماتت فضائلهم، وعاش قوم وهم في الناس أموات. المغزى أننا لا نريد أن تعطون المتخرجين من أموالكم اللي هي أصلا من أموال الدولة، ولكن وفروا لهم الوظائف في هذه الدولة حتى يقدموا طاقاتهم من أجل النهوض بهذا البلد. دمتم على خير، والملتقى في الحلقة القادمة.